السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة ودايما عامر. برحب بضيفنا الشيخ أحمد المالكي من عمال الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ أحمد. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب استتر والصحة لنا جميعا. وطبعا مستنين أسئلتكم وتليفوناتكم. النهاردة حلقتنا مفتوحة وأرقام التليفون هتنزل دلوقتي على الشاشة، وأرقام التليفون موجودة على الشاشة. هنستنى أسئلتكم للشيخ أحمد المالكي. عامل ايه في الحر ده؟ اهم حاجة عامل ايه في الحر؟ انا بسأل، قادرة اتكلم. ده اول سؤال اهو. ده اول سؤال. اخبار الحر ايه؟ مش قادرة اتكلم من كتر الحر، بس انا حران فانا مش قادرة اتكلم. وانت مش قادرة تتكلم. ايوه، اقفلوا الحلقة. لا معانا هديل. اهلا بيكي. الو. طيب يا حبيبتي حاولي تكلمينا مرة تانية، الخط قطع. حاولي تكلمينا مرة تانية. طيب بقول لك لو بطلت تضحك تموت. يا شيخ احمد. والله بص يا شيخ احمد، نتكلم جد. بص بقى دلوقتي الدنيا حر. اكيد احنا كنا لسه بنتكلم في انه هات القافيه بقى، يعني الثانيه كانت الدنيا برد وعم خليل بيس الورد. لا يا شيخ احمد مش بنهزر، هنتكلم في موضوع لحد ما ايه المشاهدين يتواصلوا معانا. هنتكلم في موضوع حقيقي بجد. الموضوع اللي بجد انه احنا في الدنيا مش بنستحمل الحر. اكيد تمام. شغلت تكييف. طب انت مش عايز تتكلم في موضوع، يبقى احنا بقى يا جماعه يا شباب دخلوا بقى تليفونات. النهارده هتبقى كل الحلقه تليفونات. اول مكالمه ام محمد. ام محمد سامعاني؟ الو السلام عليكم. ايوه عليكم السلام، اتفضلي. ايوه ازاي حضرتك يا استاذ؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا بيكي. ممكن عندي سؤال لفضيله الشيخ؟ اتفضلي. اتفضلي يا ام محمد. ايوه ازي حضرتك يا شيخ احمد، عامل ايه؟ والله هو حرانين الحمد لله. نعمل ايه؟ طب ده هو حر في كل مكان والله. طب واللي حران يعمل ايه؟ يشغل تكييف او مروحه. بص حضرتك يا شيخ احمد، انا عندي جوزي عايز يعني يتجوز تاني وكده، فبيقعد يعني يقول لي ما توقفيش في طريقي، وبيقعد يديني درس، بيقعد يقول لي ما توقفيش في طريقي وما تبوظليش الجوازه. يديها درس. كان هو كان عملها قبل كده، وهو عملها قبل كده، وكان انا يعني بعض اكلمه كده لحد ما طلعها كده. يعني بصي يا ام محمد، يعني انت يعني محمد بيني وبيني ويقعد يقول لي ما تبوظليش الجوازه، ام محمد لو اتجوزت ما تبوظليش الجوازه. ام محمد انت عمل يعني هو عملها قبل كده وانت يعني خليتك وراه لغايه لما طلعها؟ ايوه هو عملها قبل كده، ومش انا اللي ببوظ الجوازه، هي بتبوظ كده من نفسها. طب بصي يا ام محمد، خلينا نفهم منك اكتر، انت متجوزه من كام سنه؟ متجوزه من كام سنه؟ بصي ركزي معانا، سامعانا؟ ايوه انا متجوزه بقالي كتير، بقالي 25 سنه. طيب هو اتجوز عليكي بقى من قد ايه؟ هو اتجوز عليا مره، مره من كام سنه؟ من يجي بتاع دوت سنتين. قعد معاها قد ايه؟ من سنتين. قعد معاها قد ايه؟ قعد معاها بتاع دوت 3 سنين. هو اتجوز 3 سنين، 3 سنين من غير ما اعرف. يعني انت اكتشفتي من سنتين؟ سنه. هو كان متجوزها بقاله 3 سنين وهي اكتشفت من سنتين. من غير ما اعرف. تمام. ما كانتش تعرف. وبعدين لما ولما عرفتي بقى، وهي ايه هو بقى بيقعد يقول لي ايه ما تبوظليش الجوازه، هو عايز يعملها تاني بس ما يطلقش. تمام. هو طلقها من سنتين وعايز يعملها تاني. طب هو طلق ليه؟ طلق ليه الاول؟ يقعد بقى يديني درس يقول لي ايه لو انا اتجوزت وكده ما تقعديش تكلمي المدام بتاعتي وتعملي مشكله وما تكلميش. بص بس يا ام محمد، بس هو طلقها الاولانيه دي طلقها ليه؟ وانا بقول لك وبنبهك وعمال بقى يديني درس جامد. طب ام محمد انت سامعانا؟ ايوه انا سامعه حضرتك. طيب هو اصلا اتجوزها ليه وطلقها ليه؟ الاولانيه دي هو اللي هي فاتت. هي كانت اصلا مع بنتي في المدرسه، ابنها مع بنتي في المدرسه، وهي كانت مطلقه. قد كانت جوزها متوفي. تمام. واتعرفت عليه من ورايا واتجوزته. ماشي. وطلقها ليه بقى؟ تقول لي هو جوزك في البيت، هو جوزك مش عارفه فين، وانا اقول لها انت مالك؟ تقول لي انا بسال بس، قلت لها مراته وانا ما اعرفش. طب وهو طلقها ليه بقى؟ هو طلقها عشان ما كانش بيروح عندها، يعني هو لما انا عرفت، لما هي بقت تيجي البيت عندي كده وقالت انا هقول لك بيتك متجوزني.
يعني هي اللي قالت. راح قال لي انا متجوزه. وبعدها فبعد كده راحت قالت له خلاص، هي كان عندها شقتها وكان معاها ولد كبير وولد قد بنتي صغير في ثالثه ابتدائي. فالمهم راحت جت راحت قالت له انا هقول لها وكده، راحت قالت لي. بعد كده هو اتضايق راح ما بقاش يروح لها وكده، وبعد كده راحت كده تقول له تعالي لي، راح قال لها لا مش هجيلك وسابها. يعني لما يتجوز الثانيه يعني برضه ما هو مش هيروح لها، هو بقى عايز بقى يعملها مره ثانيه بس ما يتطلقش بقى، عايز بقى يعني المره دي تبقي انت عارفه وراضيه من الاول. بس انا مش راضيه يا استاذ دعاء برضك، مش عارفه اعمل ايه. طب هو لو اتجوز يا ام محمد، يعني قال لك انا كده كده هتجوز، هتعمل ايه؟ انا كل مشكلتي اللي هو عايز يعملها تاني ويستقر، وانا مش عايزاه يعمل كده. انا بقول فرضا لو هو عملها انت هتعملي ايه؟ ما هو بيقعد يتخانق معايا وبيقعد يقول لي ما تبوظليش الجوازه، ازاي انا مراته وانا اللي متجوز وما خليش الا مني انا. طب بصي يا ام محمد، ما تبوظليش الجوازه. طب انا عندي سؤال، هو لما اتجوز المره اللي فاتت دي او لو ما دلوقتي عايز يتجوز بيقول لك انا عايزه اتجوز ليه؟ انت ما بقيتيش عجباني، انت مش مريحاني، يعني ايه السبب؟ لا مش قلت مش مريحاني يا استاذه دعاء، هو عايز يعمل كده علشان هو في دماغه عايز يعمل كده مره ثانيه بس يكون مستمر بقى. ليه انا بصي يا ام محمد، انت بتقولي نفس الكلام، انا عايزه اجابه للسؤال. هو لما ليه؟ لما بتتكلمي معاه لما هو عشان انا سكت اول مره ام محمد، هو عشان انا لا افهمي السؤال. ام محمد ام محمد سامعاني؟ ايوه سامعاني. هو بيقول لك هو عاوز يتجوز ليه؟ ليه هو عايز عشان عملها من ورايا قبل كده مره. يا ام محمد اسمعي السؤال، هو عاوز يتجوز ليه؟ انا عاوز اتجوز. ايه السبب؟ فراغة عين. ام محمد مثلا مش كويسه معايا. كان كويس الشيخ احمد لحد الموضوع دوت، وبعد كده قلب بقى كده عايز يتجوز. لا اله الا الله. طب ام محمد اخر سؤال هساله لك وبعدين الشيخ هيجاوبك. دلوقتي انت لما بتتكلمي معاه وبيقول لك انا هروح اتجوز عليكي، ماشي؟ انت بتقولي له هو انت ايه السبب اللي بيخليك عايز تتجوز عليا؟ هو انا ما بقتش عاجباك؟ هو انا كبرت؟ هو بيحبني وبيحب اولاده وكل حاجه يا استاذه دعاء. هو بيحبني وبيحب اولاده وكل حاجه وبيخاف علينا وكل حاجه. تمام. بس هو عايز يعمل الموضوع ده برضايا وما يبص تاني. ليه يعني يروح هنا وهنا؟ ليه انا باكل؟ بتاكل ليه؟ جعان، باكل جعان. لازم يكون في اجابه. هو عاوز يتجوز ليه؟ ايه الاجابه اللي بيديها لك؟ هو عايز يتجوز زي اي واحد بيتجوز مرتين. يعني هو مفيش حد بيتجوز مرتين يعني مفيش حد بيتجوز مرتين، كل الناس بتتجوز مره واحده خلاص. فهو لازم يكون عنده اجابه. يعني مثلا ممكن واحده تسال جوزها انت عايز تتجوز عليا ليه؟ يقول لها انا ما بقتش بحبك. انت عايز تتجوز عليا ليه؟ اصل انت كبرتي في السن فانا عايز اتجوز واحده صغيره عشان احس اني صغيره. انت عايز تتجوز ليه؟ اصل انا معايا فلوس كتير وعايز ان انا يبقى عندي اكتر من بيت وعايز اخلف تاني ولد. كل واحد بيقول اجابه، لكن ما فيش حد بيروح يقول انا عايز اتجوز زي كل الناس اللي بتتجوز اتنين. دي مش اجابه. ايه الاجابه اللي بيقولها لك؟ هو عنده اخوه متجوز اتنين فهو عايز يعمل زيه، بيقلد وخلاص. ماشي يا حبيبتي، هو ما عندوش سبب. احنا عاوزين ابو محمد هو اللي يكلمنا بصراحه. هو احنا نفهم من ابو محمد هو عاوز يتجوز ليه؟ بيقلد اخوه. يعني خلينا نقول ان الله عز وجل احل من النساء كما قال كعب بن ثور، احل من النساء مثنى كما عند عبد الرزاق، احل من النساء مثنى وثلاث ورباع، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك في القران. لكن هو يبقى الامر ان اذا كان هذا الرجل يتزوج وسيظلم الاولى مثلا او يظلم الثانيه فلابد ان يتوقف، لان احنا عندنا الزواج بيكون فيه الاحكام التكليفيه الخمسه، ممكن يكون حرام وممكن يكون فرض عليه. يعني ربما يكون هذا الانسان مقتدر ماليا ويستطيع العدل، او المراه تتنازل يعني تقول له انا متنازله عن حقي انا، ويستطيع ان هو ينفق عليها، لكن هو يحتاج الى الزواج لزياده العفه، فده ما نقدرش نقول له حرام. يعني هو في النهايه ما نقدرش نقول له حرام او نغلق الباب في وجهه، لكن ربما يتزوج من باب فراغة العين، اصل الناس بتعمل كده فانا عاوز اعمل كده، ان هو من باب الرجوله يعني والفحوله وما الى ذلك. طيب اذا كان الامر انت هتظلم الاولى او لا تنفق او ما الى ذلك يعني، والتانية بتقول لك لا انت هتتجوزني فيعني يوم ويوم،
وانت قلت ايه؟ انا مش هقدر يعني، انا مش كده. وبعدين اخلفت، تقول لها خلاص انا هتجوزك هي يوم وانت يوم، وبعدين اخلفت وانت عارف ان انت تخلف، فالجواز بيبقى في حقك حرام. وبالتالي انا شايف ان الاصل ان اللي هي تقعد وتفهم منه وانت عاوز تتجوز ليه. انا عاوز اتجوز والله يا ام محمد، انا بحبك جدا بس انا محتاج الزواج، يعني انا محتاج زياده في العفه، فده امر مشروع محدش هيقدر يقول له حاجه. السؤال الثاني المطروح، طب انت هتظلم ولا مش هتظلم؟ طب هو من حقي اللي انا اعترض؟ من حقك اللي انت تعترضي، ومن حقك اللي انت تقولي لا، ومن حقك اللي انت تمام. شوفوا بقى ان المراه من حقها ان تطلب الطلاق، يعني هي انا حاسه ان في ضرر واقع علي، لكن اما لو فعل ذلك فما عليك، انا بقى خد النصيحه اللي هو الصبر، النصيحه له بالعدل، ده مهم جدا، ان المبيت حتى يبقى فيه النفقه وما الى ذلك، يحاول ان هو لا يظلم. ده نوع من انواع الابتلاء بالمناسبه، يعني دي نوع من انواع الابتلاء، والمراه تؤجر على صبرها على الابتلاء. نسال الله الهدايه والتوفيق، وربنا يهديه. ربنا يهدينا، هو ما بيقولهاش اي سبب، بيقول عايز اقلد اخويا. الله اعلم، يمكن هو مش عارفه، هي يمكن مش عارفه توصل المعلومه ام محمد. مش يعني خلينا نقول ان الزواج مشروع، يعني احنا مش محدش بيقدر يقفل الباب، ولن يستطيع احد ان يغلق هذا الباب، لان الله شرع ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. يعني مش بعيدا عن الاسباب، يعني انا واحد تزوج الاولى واراد ان يتزوج الثانيه من باب الزياده في العفه، يعني ما حدش هيقدر يمنع ده، لكن نقول له نعم، ما هو في سبب عنده. ماشي. لو عنده سبب، لكن لو ما عندوش، احنا قلنا لو هو لا، تفرضا هو عنده سبب لكن هيظلمها، يبقى الزواج في حقه غير مشروع طبعا. يعني هو عنده السبب ده بس هيظلم، الزواج هيبقى غير مشروع. ولذلك احنا عندنا بيقول ايه بقى القرآن؟ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة كما قال الله عز وجل. طب معنا تليفون، اصل مش هنخلص انا وانت في المسألة. لا مش هنخلص، فنخش على التليفون اللي بعده. مها، الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت، انا بحب حضرتك جدا ومعجبه بك وبرنامجك. حبيبة قلبي اهلا وسهلا بيك، اتفضلي. عايزه اكلم الشيخ. اتفضلي يا فندم. ازيك يا شيخ، عامل ايه؟ انا الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت انا عندي سؤالين بس بالله عليك بالراحه. اهو انا ما بضربش حد. معلش. انا كنت متجوزه قبل كده، انا اتجوزت مرتين. كويس. المره الاولانيه ما حصلش نصيب، بس كان في رمضان، كنا في شهر رمضان وغصب عليا وحصل جماع بالعافيه. في رمضان؟ اه. ده في المره الاولى؟ في المره الاولى. ماشي. وكفر يعني، هو اكرهك على ذلك صح؟ وانت ما كنتش راضي. وربنا العالم انا عملت ايه. طيب ماشي، وبعدين انا كفرت وصمت 3 شهرين. انت مالكيش انت دعوه بالكفار، هو اللي يكفر، هو اللي ياخد فوق دماغه ويكفر. ماشي. انا قلت عشان توبه مني ربنا انا صمت شهرين. وبعدين وعايز اعرف بقى ده ايه، عليا ذنب تاني ولا اعمل ايه؟ لا ما عليكيش ذنب. ماشي. إيه، وفي يمين انا حلفته على حاجه ان انا مثلا ما اكلش منه. يعني انت قلت والله ما انا واخده من الحاجه دي او مش واكله من الحاجه دي. وبعدين كلت. مش حلفت بالمصحف. ايوه بالمصحف. وبعدين كلت. بس كلت يعني بعد شويه كده كلت. هتطعمي 10 مساكين؟ ما هو لازم تاكلي، هو في حد يقول على الاكل يحلف على الاكل؟ معلش كان ساعة غدا. ماشي، ما انت هتجوعي بقى فهتاكلي صح؟ صح. يعني عامله صينيه رز معمر كده، فالواحد تقول لا والله ما انا واكله من الرز المعمر ده والمصحف وكتاب الله ما انا واكله من الرز ده، فالبطن بقى يعني ايه صوصوت. اترك الرز معمر، هاكل رز معمر. والكفاره 10 ثواني رز معمر. اطعام 10 مساكين. قولي يلا، ايه السؤال الثاني؟ انت قفلتي ولا ايه؟ قفلت. طيب معانا مها، انت لسه معانا؟ معاكي عشان 3 ايام. لا انا قلت ايه؟ قلت اطعام 10 مساكين. انا مش قادره اطعم 10 مساكين. مش قادره تصومي 3 ايام خلاص. احنا نجيب لك الرز معمر يا مها. معانا ام محمد، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا يا حبيبتي اتفضلي. ازاي حضرتك وازاي الشيخ؟ الحمد لله في نعمه والله. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. احنا هو جوزي ما بيصليش. ما بيصليش؟ لا، ودايما يعني بيتكلم ربنا ومش عارف ايه، بس دايما مشغول في الدنيا ومشاغل الدنيا وكلام من ده عن الصلاه. طيب نقطه واحده بس، هو ما بيصليش خالص يعني حتى ولا الجمعه؟
يوم جمعة مثلا. ماشي، يعني بيصلي الجمعة. اه بيصوم رمضان. بيصوم رمضان. تمام. طيب ماشي. بيصوم رمضان وبيصلي، وفي رمضان برضو ساعات ممكن مثلا ماشي بتاع ممكن ما يصليش. ماشي. كده فإحنا دايما على طول في ضيقة، على أكيد. طول في قلة رزق، في قلة فلوس. أكيد طبعا. على أكيد طول. طبعا. أكيد طبعا. فعلى طول أقول له مثلا ما يصليش إلا إذا أنا فضلت أتكلم معاه، صلي صلي يصلي فترة وبعد كده يوقف. فدايما أنا بحس إن قلة الرزق أو قلة الدخل أو المشاكل المادية اللي إحنا دايما فيها هي قلة الصلاة. أكيد طبعا. أنا بقول لحضرتك أنا عن نفسي الحمد لله كنت تمام بصلي، قعدت فترة ما صلي يعني معرفش إيه اللي حصل لي. المهم سمعت حضرتك مرة لما قلت التزمي شهر لحد 90 يوم وكلام من ده، وحضرتك ليك الفضل في كده، فمشيت على كده والحمد لله بقيت اللي هو مواظبة على الصلاة الحمد لله. بس بالنسبة لي هو مفيش، بقعد أتكلم معاه معرفش هو بيفهمها إيه أو بيفهمها مثلا إزاي. أنت تقولي لي ما بيتكلمش معايا، هو طيب هو مش هيقبل حاجة. هو مش هيقبل منك، يبدو إن هو من النوع اللي ما بيقبلش النصيحة من مراته أو من الناس القريبة منه. مش فاهماه، بس هو الصراحه هو اهله مش معودينه على كده، ان اهله ما بيصلوش. ايوه مش متربي على كده، يعني ما نشأش في بيت الاب يصحى الصبح يشتغل. هو الشاعر الشاعر كان يقول وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. طب وانت مخلفه؟ ايوه مخلفه اتنين. طيب معودي بقى اولادك على الصلاه. هو انا بعودهم، بس هما لو شافوا بيشوفوني انا بس. هو مبدئيا انت هما بيبقوا مع الام طول اليوم، تخليهم يقفوا يصلوا معاكي كل الصلوات وكده. هو بس انا بتكلم دخل الرزق في البيت. ايوه منه هو طبعا. بص هو قدوه برضه لاولاده. بص يا ام محمد، مرتبط ببعضه. بص يا ام محمد هو ربنا بيرزق الانسان سواء كان مسلما او كافرا، صح؟ يعني صح. الانسان الكافر اللي مش مؤمن بالله الله يرزقه ولا لا يرزقه؟ الله يرزقه. ايوه. لكن الانسان المؤمن لما يبدا يطيع رب العالمين سبحانه وتعالى يبقى فيه بركه في الرزق. يعني هو رزقه هيدخل له 1000 جنيه، هو ال 1000 جنيه اللي هيدخل، بس احيانا واحد يدخل له 1000 جنيه كانهم 10، واحد بيدخل له 1000 جنيه كانهم 50 جنيه. اللي هو كانهم 10 وكانهم 50 دي، التفاوت ده بيجي ازاي؟ من باب ان هو كيف طاعته لله تبارك وتعالى ومعصيته، يعني مدى قربه من الله ومدى بعده من الله عز وجل. هو قريب من ربنا فالألف كأنها 10، مدى بعده من ربنا فالألف كأنها 50، وتلاقي بقى في ضيق، وممكن يبقى يصرف الألف دي في سجاير، في علبة، مش عارف كذا، في لا ما بيشربش سجاير، يعني على أي حال. يعني أنا قصدي ممكن يبقى جاية من الباب ده. رب العالمين لما قال يا أم محمد قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، احنا دايما نقول للناس، وأنا يعني احدى الفضليات انا لا اعرفها، يعني هي تتكلم فاستدلت بهذه الايه، وانا اصحح ان هو لما تيجي تقولي الزوج لا يصلي، يعني تقول جاء سؤال لحد والرجل قالوا للشيخ لا يصلي بتاتا، لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا جمعه ولا بتاع ولا مش عارف ايه، فالشيخ قال لها اطلبي الطلاق منه، ده لا يستحق. فقالت لا ده فتوى غلط، ده ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة، ده مصيبة اللي انتوا بتقولوها دي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فربنا قال اصطبر اهو على أهلك اهو. غلط الكلام اللي انتوا بتقولوه، غلط. لأن وأمر أهلك بالصلاة أهلك والصلاة، واصطبر عليها فالضمير يعود إلى أقرب مذكور كما يقول علماؤنا رحمة الله عليه، أي واصطبر أنت على الصلاة. مش يعني احنا بناء ماشي، لكن لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى. أنا ماله بالدنيا، ما خلي بالك يا حبيبي اللي خلق الدنيا واللي بيديك الرزق هو الذي أمرك بالصلاة. وبعدين كان سيدنا عمر يقول كده إن أهم أموركم عند الصلاة، ده مهم جدا. فأنا هعمل إيه؟ ممكن طبعا تقولت كلمة خطيرة جدا، إن أهله مش معودينه على كده، ودي مصيبة. ما هو ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، لكن ما عليك إلا أن تصبري وتدعي رب العالمين سبحانه وتعالى. ممكن تشغلي درس مثلا بيتكلم عن الصلاة وعن ترك صلاة وهو قاعد كده من غير ما ياخد باله، في وقت صفا تؤمري تنصحيه بالطريقة دي، ودايما خدي بالسبب الأقوى وهو الدعاء بأن يرده الله عز وجل إليه. ربنا يهدي. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا.
رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومستنيين أسئلتكم وتليفوناتكم للشيخ أحمد المالكي. ومعانا تليفون أم إسلام. أهلا وسهلا. ازيك يا دكتورة دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، أهلا بيك. بحب حضرتك والله جدا في الله. ربنا يكرمك يا حبيبتي، اتفضلي. ربنا يخليك يا حبيبتي. أنا عندي سؤال عايز أسأل الشيخ عليه. اتفضلي يا أم إسلام. أنا سؤالي يا حضرة الشيخ، أنا ليا متزوجة وزوجي دايما بيكلم حريم كتير. بيعمل إيه؟ بيكلم حريم. جوزي مش بيكلم حرام كتير، وانا غلطت مش عارفه اعمل ايه معاه. هتعمل ايه يعني؟ يعني هقول لك. حاضر. يعني انت ما بتكلميه بيقول لك ايه؟ انا واجهته كذا مره، ممكن اسمع المكالمات على التليفون وبسمع حاجات كتير مش كويسه وبشوف حاجات كتير في التليفون، ولما بواجهه بيقول لي دي حاجات عدت من زمان. انت متجوزه بقالك كام سنه؟ انا بقالي 13 سنه. وهو من بقاله كام سنه بيعمل كده؟ انا بقى 3-4 سنين. ايوه. وانا بصراحه تعبت معاه خالص. هو لحق 3-4 سنين؟ لسه طازه. متجوزين من 15 سنه؟ لا. متجوزين من 15. بدأ يعمل كده من 3-4 سنين. هو عنده كام سنه يا ام اسلام؟ هو عنده 42 سنه. المراهقه المتاخره. حاضر. ماشي. يا ام اسلام، انا عاوز اقول لكم سبحان الله، يوم الخميس الماضي فكنا في مكان ما، فمراتي بتقول لي عارف فلان سليم ده طفل 7 سنين. مامته لما بتيجي اللي يجي البرنامج بتبقى واقفه في المطبخ، فبتعلي التلفزيون عشان تسمع البتاع. فراح قال لها ماما انا مش هتجوز. قالت له ليه بتقول كده؟ قال لها مش هتجوز. قال لها ليه؟ قال لها هتجوز عشان مراتي تروح تكلم الشيخ احمد وتفضحني وتفضحني. قلت له حبيبي لا، ما هو يعني الوحشين بس. قال لها يعني هتجوز كمان وهي تروح انا اشتغل وهي تاخد فلوسي. فيا جماعه الاولاد والله اتعقدوا. المشاكل اتعقد. طب كويس، برافو عليه، فهم. ايوه 7 سنين سليم ده. ما شاء الله. فيعني هو ان شاء الله نتكلم في مساله الوازع الديني ومساله كيف يعظم الانسان ربه سبحانه وتبارك تعالى وكيف يخشى الله جل وعلا. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة فاطر قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين يعلمون عن الله ويعملون بما يعرفون، هم دي الذي يعظمون الله عز وجل حق التعظيم. كل الناس اللي بعاد عن العلم بتلاقي مسألة البعد عن رب العالمين والوقوع في المعاصي والمخالفات والسيئات، وإحنا كلنا كده يعني صلى الله السلامة بيقعوا في المشاكل دي. لكن هو في النهاية إحنا بنقول للناس يعني استقيموا، مهم جدا قضية الاستقامة. أنا ممكن أقع في الغلط، بس الـ 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 الأكبر من هذا الخطأ إن الإنسان يتمادى. لكن ممكن أقع وأقوم فأقول أستغفر الله وأتوب إليه، وبعدين أقع تاني وأستغفر. هذا شأن الإنسان وهذا أدب الإنسان. لكن إحنا بنقول لك كأم إسلام حاولي انصحي، أدينوا النصيحة. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله ولكتاب ورسولي ولأئمة المسلمين وعامته. وعلى الإنسان أن يقبل النصيحة. أصلاً لو ما قبلتش النصيحة ممكن ينطبق علي قول رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا قيل له اتقص. في ناس بتعمل كده اللي هو يقول لك إيه، هو أنت مين أنت عشان تنصحيني؟ هو شايف فراته دي كأنها واحدة إلا كده، أو شايف اللي هو ما ينفعش أنت تنصحني. أحياناً بعض الناس إحنا كده للأسف الشديد، يعني اللي هو أنا ما أقبلش من مراتي بس أقبل من حد غريب لو جه أقعد أعمل له كده وتقول له صح كلامك صح. يا ابني ما مراتك بتقول أحسن منه. لكن إحنا مش عاوزين نقع في المصيبة بقى دي اللي هو إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أنت مين؟ أنا أعمل اللي أعمله، أنا راجل، عارف اللي هو ده؟ أقول أنا مذنب، أنا غلطان، أنا ندمان، حقك عليا، أي حاجة من الكلام ده. لكن اللي أنت تأخذه كالعزة بالإثم دي، فرب العالمين حكم فقال كما في البقرة فحسبه جهنم. نعم. ربنا يعافينا. أم محمد أهلا وسهلا. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن أكلم الشيخ لو سمحتي؟ أه اتفضلي يا أم محمد. بص يا شيخ، انا معايا ابني عنده 10 سنين وجع 3-4 مرات في السرعه. ايه؟ ماشي، وقع 3-4 مرات في السرعه. وقع 4 مرات في الترعه؟ اه، والمره الاخيره دي كان بيغرق بجد يعني، وفي وقت ما حدش فيه بره خالص. اه، ربنا واحده شافته وبقت تصوت يا بنت الحي ابنك بيغرق، يا بنت ابنك بيغرق، تعالي. طلعنا لقينا واحد مطلعه من السرعه وهو بيغرق. قلت له يا بابا لما حاجه تقع منك في السرعه ما تنزلش تجيبها، نادى علينا واحنا نجيبوها. عنده كام سنه ابنك؟ 10 سنين. طب ماشي، وانتوا بتسيبوه لوحده ليه؟
10 سنين هو بيلعب عادي يعني، بيلعب جوال كبير يعني وكده، مش عارف. ولحد المره الاخيره دي من بين 3 4 ايام الكوره بتاعته وقعت في الترعه. طيب رايح يجيبها، قلت له بابا انا قلت لك لما حاجه فيها نادى عليا وانا عايز نجيبها، ما احنا عايزينها تروح وهنجيب كوره. قال لي ماما حاجه بتقول لي تعالى بروح اجيب حاجتي. وكمان يحلف كمان كلامه قال لك الحمام مثلا داخل الحمام مخصوص عشان يتكلم في الحمام. يا بابا حرام كده، حرام عليك. يقول يا ماما حد بيكلمني. قلت له لا حرام ان انت بتتكلم في الحمام، كتر الكلام في الحمام. على فكره الحمام ما بيكونش فضلك فيه، ده حرام. ليه ما يكلمش في الحمام ليه؟ احنا نعرفه اللي ده حرام كلام في الحمام. يعني مثلا لو انا في الحمام، مين قال لك ان ما حدش يتكلم في الحمام؟ دي عادي عندي بابا يعني بسم الله ما شاء الله عارف في القران ويقرا ويكتب. ماشي ما تمام، يقول له بابا ده حرام خليه يرقيه بقى، بس ما فيش حاجه اسمها ما يتكلم في الحمام عادي. طب انت سؤالك ايه يا ام محمد عشان الشيخ يجاوبك عليه؟ عايزه اعرف واحده قالت لي استحيلوا الكتاب، هل ينفع الشيخ اللي انا اروح استحيلوا الكتاب يعني ايه؟ مش عارفه، انا اول مره اسمع حكايه. قالت لي خديه وروح الشيخ زي افتح له المنديل والكلام ده. قلت لها طب ازاي؟ انا قلت لبابا لا تروح لدجالين وبتاع حاجه كده يعني. بصي يا اختي الكريمه، طب اسمعي يا حبيبه قلبي اجابه الشيخ. ابنك عنده نشاط زياده شويه، فاحنا محتاجين ان احنا نعتني بالولد ده، نبدا نقومه ونقول له ده غلط ده صح، بص لما كنت هتغرق كان ايه اللي هيحصل. نبدا نحاول بابا ياخذ على يدي يقول له ما ينفعش اللي انت تعمل حاجه زي كده، ان هو في النهايه 10 سنين ففاهم. الكره اقول له تعالى يا ماما الكره وقعت بتاع ما تنزلش انت. مش لازم يلعب في الحته دي يعني، حتى لو لعب في الحته اربطوه بطوف مش شجره لازم يلعب جنب الترعه دي خالص يعني. حاولوا قوموه بالمساله دي. الحاجه الثانيه اللي هو اللي احنا نروح بقى الدجال وافتحوا له الكتاب والمنديل والكلام ده كله، هذا دجل وما انزل الله عز وجل بذلك من سلطان. لكن احنا نبص بقى لو احنا ما عملناش عقيقه، نحاول ان احنا نذبح له مثلا عقيقه، نحاول ان احنا نعمل صدقه مثلا من باب اللي هو صنائع المعروف تقي مصارع السوء والافات والهلكات واهل المعروف. وبابا بقى يخليه يصلي معاه وكده. اه طبعا بابا يعني يرقيه بالقران. ماشي كويس يعني، بس ان الناس تتكلم في الحمام عادي، ما الناس كلها بتتكلم في الحمام، مش حرام يعني. مش عارفه جابوا حرام دي منين، اصل كلمه حرام دي كبيره قوي، ما تتقالش على اي حاجه كده. هو بس ربنا يعني انا لو قلت الكلام ده الناس يبقى عارفه اللي انت تقولي كلام، فتحس ان هو ايه جديد على الناس، ايه ما هذا الدين الجديد اللي هو يعني هو الحمام ده مش الحمام بتاع زمان اولا يعني عشان نبقى فاهمين يعني. ثم بعد ذلك هل الكلام الاصل ان الانسان يتادب، اللي انا بقى في الخلاء وبتاع اتادب من باب يسكت ما تتكلمش وبتاع مش عارف ايه. لكن لو حد خبط ايوه ماما خلصت لا شويه كده يعني ايوه اخبط هعمل ايه؟ هتكلم. لكن يبقى السؤال، وانا هسال السؤال واسيب الجواب ممكن نجاوب عليه استاذه دعاء في حلقه تانيه بعد اذنك يعني. هل لو ان الانسان تكلم في الخلاء بكلام الدنيا او بذكر الله حرام ولا مش حرام؟ انا اصل كلمه حرام دي كلمه كبيره، انا بسال السؤال اقول للناس والناس ان شاء الله نحاول احنا يعني نجاوب على السؤال ده، حرام ولا اهو ايوه بكلام الدنيا؟ لا انا مش هجاوب دلوقتي، انا عاوز الناس تبحث عشان تعرف المشكله اللي الناس واقعه فيها. احنا نقولها في حلقه تانية ان شاء الله نفرد لها حاجه زي كده. بس هل ده حرام ولا مش حرام اهو بكلام الدنيا او بذكر الله؟ ايه الحكم الشرعي في المساله؟ ماشي يا شيخ احمد، فاصل، هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا. رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا ومعانا تليفونات. أمل أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، عاملة إيه؟ أهلا يا حبيبتي اتفضلي. شكرا. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. أنا جاي حضرتك. الحمد لله. على فكرة أنا بحب حضرتك جدا وبقتنع بكلامك، وأي قناة بجيبها ألاقي حضرتك على طول أفضل أتفرج على البرنامج. الله يحفظك يا رب. الله يكرمك. ربنا يبارك. بص حضرتك دايما يعني لما بعمل حاجة كده مثلا مش صح افضل الوم في نفسي، بعد ما اعملها الوم في نفسي ان انا عملتها، ممكن اقعد يومين ثلاثه الوم وابقى تعبانه جدا 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 لغايه مثلا ما يعني ما ارجع لطبيعتي كده.
في حاجة تانية، إن أي حاجة بدعاها ربنا سبحانه وتعالى دايما بتبقى مستجابة، دايما بيلبيها لي، دايما لو دعيت إن عيلي يتفوق بيتفوق. كده يعني. فاللوم ده كتير مش عارفة أعمل فيه إيه، هو حتى لو حاجة بسيطة جدا يعني. حتى على فكرة لو اللوم ده شيء طبيعي، على فكرة مش حاجة غلط. ده سيدنا النبي اللي قال كده، بس بالوضع ده إن هو يبقى كتير كده. ما أنا هقول لك أنا أولا، إحنا عندنا لما نشوف مثلا في بني إسرائيل، توبة بني إسرائيل لما ربنا ذكر ذلك في سورة البقرة، قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. توبتنا إحنا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام الندم توبة. الندم اللي هو أنا بندم فبأني بنفسي، بس مسألة الاستمرار في الندم ده أحيانا ممكن ينقلب إلى الضد. فإحنا دايما نقول كده للناس، نقول لهم خلي بالكم، الندم مش هو استغفار وخلاص واستغفر الله، لا، اللي أنا بندم ندم حقيقي، ثم بعد هذا الندم بيكون العزم الأكيد الحقيقي على عدم الرجوع. وأنا لو خلاص استقمت على طاعة الله عز وجل، الندم ده ما حاولش اللي أنا استدعيه في وقت الصفاء، لأن استدعاءه في وقت الطاعة هذا من باب الجفاء، كما يقول أهل المعرفة بالله عز وجل دايما يقولوا كده، ذكر الجفاء وقت الصفاء جفاء. يعني وقت الصفاء وقت الطاعة أروح مستدعي كل ده فمحزن نفسي بقى خلاص، أنا لازم يكون عندي أنا ندمت. طيب الندم يعني إيه؟ يعني مش هعمل ده تاني، وأستقيم وأجيب بدل السيئة دي أعمل معصية، بدل الكذب أخليه صدق، بدل الخيانة أخليها أمانة، وأعمل الصالحات الحمد لله، ما التفتش بقى إلى الإيه؟ إلى الوراء. نعم. معانا نهى، أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. ازاي حضرتك يا فندم؟ انا بحبك جدا يا استاذ مدعي. يا حبيبتي ربنا يكرمك، اهلا بيك. والله والشيخ احمد انا كنت عايزه اساله سؤال. اتفضلي يا فندم تحت امرك. بقول لحضرتك، انا ليا اختي اللي هي اصغر واحده فينا، من وهي صغيره وكانت السلوك بتاعها مش حلو جدا، وكان بتتعامل معانا بطريقه مش حلوه. المهم احنا اتجوزنا كلنا تمام، وهي قعدت فتره طويله لحد ما سنها كبر ما كانتش بتتجوز. طبعا كانت بتمارس معانا يعني حاجات صعبه جدا، ومع والدتها، لدرجه ان هي كانت بتتعدى عليها بالضرب بالاهانات. المهم يعني انا لما دخلت وعرفت حسيت ان هي شخص نرجسي، عندها النرجسيه عاليه جدا. فكانت دايما بتوقعنا في مشاكل في العيله وبتعمل حاجات مش حلوه، وكنا بنبقى معاها كويسين، وكان بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقتضنها، بس هي كانت بتبقى رافضه كل الرفض. وبعدين بتظهر للناس بره ان هي الغلبانه اللي احنا بنيجي عليها. المهم يعني ان هي ربنا كرمها بعد دعاء كتير يعني، وبعد ما سنها كبر وربنا كرمها واتجوزت. بس قبل فتره الجواز احنا كنا معاها في كل حاجه وفرحانين ونسينا كل حاجه خلاص، بقى فرحانين ان هي هيبقى ليها بيت جديد. المشكله بقى ان هي راحت، طبعا فهمت العيله كلها ان احنا سايبينها ومحدش واقف معاها، رغم ان انا كنت عندي مشكله كبيره، كان ابني عامل حادثه كبيره جدا. برضو كنت على قد ما بقدر، اختي الكبيره هي اللي كانت فعلا متوليه امرها، يعني انا كنت على قد ما بقدر بشوف الحاجات اللي هي محتاجاها. المهم ان هي غلطت فينا غلط جامد جدا قدام جوزها، وكانت بتزعق والجيران بشكل وحش جدا، وقدام العيله طلعتنا بشكل وحش جدا، رغم ان اختي الكبيره دي تعبت معاها تعب رهيب. الكلام ده كله حصل قبل الجواز مثلا باسبوع. فاحنا الاثنين، وطبعا يعني تعدت على امي برضه بالاهانات وشبه ان هي كانت بتزقها. المهم ماما بصراحه هي كانت مدلعاها زياده عن اللزوم، لان كان بابا متوفي وكده، فكانت بتديها حنيه، وهي الثانيه كانت بتبقى حاسه طول الوقت ان هي عايزه اكتر. يعني احنا كنا كمان حتى ما بنقدرش نروح لوالدتنا الا قليل بسبب المعامله الوحشه، وتفهم الناس كلها ان احنا رامين والدتنا. المهم هي اتجوزت واحنا كنا رافضين نروح الفرح خالص نهائي، لان طبعا اتشتمنا شتايم زباله جدا قدام جوزها. والمشكله ان جوزها يعني مش عارفه، هو كان بالنسبه له وضع غريب، يعني انا استغربت ان هو عداها، بس هو شخص غلبان وطيب جدا فوق الوصف. يعني نقول سلبي يعني. ايوه، عشان هي عرفت تسيطر عليه. هو طيب فوق، يعني فوق الوصف، وهي عرفت برضه ايه يعني تتملك، تسيطر عليه. هو الانسان النرجسي بيعرف يتملك الشخص اللي قصاده. المهم احنا لاخر لحظه قلنا هنروح الفرح عشان اهل جوزها ما حدش ياخد باله والدنيا تمام، بس احنا مش هنسلم، هنحضر الفرح بس مش هنسلم، وهنقعد ساعه ساعتين وهنرجع.
المهم هم جابوها عشان تسلم علينا، احنا رفضنا لان فعلا ما كناش طايقينها لانها شتمتنا بشتايم وحشه جدا والفاظ وحشه جدا. المهم احنا دلوقتي مطالبين ان احنا نودها. انا رفض الحته دي، هل كده انا حرام شايله ذنب؟ عارفه يا نهى، عارفه اختك دي طبيعتها اولا النفسيه مش سليمه اصلا، ومحدش قدر يقاوم النفسيه دي من الصغر. النفسيه دي عباره عن ايه؟ ان هو طول هي محتاجه الاهتمام طول الوقت، ولو حد ودها او امدها بشيء من المال ثم مثلا يرحمكم الله ثم بعد ذلك منع المال عنها، فهتلاقي تقول ده ما بدونيش، ده بيعملوا كذا، ده وتبدا تتكلم على الطرف الاخر بالكلام السيء. فاللي زي دي هي تحب دائما الاهتمام، هي تحب الفخر، هي تحب. فانا هقول لك بس النصيحه، حاول بقدر الامكان اللي انتوا تكسبوها حتى لو من باب اللي هو اودها مثلا مواد زياده بس، حتى لو انا هحاول ابين الاهتمام بيها، هتلاقي السلوك بتاعها بيبدا يتغير واحده واحده لغايه لما تتعالج من السلوك اللي موجوده فيه ده، او هي في الدايره اللي هي موجوده فيها. لكن قضيه اللي انا امنع تماما، لا ده بالعكس، ده هيخليها تزداد سوء، مش هودها هتزداد حقد عليكم، غيظ عليكم، حسد. فاحنا مش عاوزين ندخل في المتاهه دي، لا انا هحاول اللي هو من باب اللي هو ايه، هي تحب الفخر فانا همدح، من باب اللي هي تحب الاهتمام فانا اهتم بيها. مش بس كده، لا، وديها نصيحه من تحت لتحت بطريق غير مباشر لغايه لما تستقيم ان شاء الله، وربنا يهديها ويصلح حالها يا رب. طيب معانا بسمه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم فضلت الشيخ؟ تفضلي يا فندم. بقول لحضرتك يا فضلت الشيخ، أنا جوزي دايما مع أقرب مشكلة بيني وبينه يحلف بالطلاق. بقول لي علي الطلاق مثلا، صح؟ مثلا علي الطلاق، ما أنا مديك علي الطلاق مثلا، يعني ما أنت قاعدة في البيت كده. فكان في مشكلة قريب، فهو حلف عليا بالطلاق ان هو هيجي من الشغل ما يلاقينيش في الشقة. يعني قال لك عليها الطلاق ما اجي من الشغل ما الاقيكي في الشقة، عليها الطلاق ما انت صح؟ ايوه، هو حلف بالطلاق ان انا بات حتى في الشقة. قال لك عليها الطلاق ان انت بايتة فيها. ايوه، فانا عشان برضو ما كبرش الموضوع نزلت تحت في شقة حماتي، قعدت معاها قضيت اليوم، بس انا عشان خايفة من اليمين قلت لهم انا هروح عند اهلي في يعني في ميعاد الشغل، ميعاد ان هو هيجي عشان يجي من الشغل ما يلاقينيش في البيت. ماشي. وفعلا رحت لغايه هو ما جه من الشغل، وانا جيت بعديها. بس استنيت قاعده تحت وبت تحت، وبعد كده لقيته بيكبرن عليا بيقول لي خلاص بتطلعي يعني ايه، ولا كان حاجه حصلت وكده. بس هو كان من ضمن اليمين ان هو ان انا ما باتش حتى تحت. يعني هو قال لك عليها الطلاق ما انت بايته في الشقه ولا تحت ولا ليه؟ ولا تحت، بس انا من كتر المشاكل ما انا ما كنتش مركزه حتى في الكلام اللي هو بيقوله. هو جه بعدها بيقول لك من ضمن اليمين ان انت تكوني محرمه عليا. قال لك تبقى لا، يعني هو قال لك بس كده، قال لك تبقى محرمه عليا زي ام اختي، ولا قال لك انت محرمه عليا لو ما نمتيش، لو نمتي تحت او نمتي هنا مثلا؟ ان انا ما باتش تحت، بس انا جيت بعدها قلت له انا ما اعرفش يعني انا اتحلفت ان انت تيجي ما تلاقينيش في الشقه، وفعلا جيت ما لقيتنيش. بس انا ما كنتش اعرف. بص يا بسمه، يعني ده عارفه اللي هو عك يعك عكا، عارفه الموضوع ده؟ نعم. عارفه كلمه اللي هو عك يعك عكا، اللي هو احنا بنتجوز واحنا لا نراعي الاحكام الشرعيه في مساله الزواج، حتى لما نيجي نختلف مش عارفين نختلف، ده احنا في مصيبه، ده احنا داخلين في داهيه، اللي هو احنا مش عارفين نختلف، فابدا احلف على مراتي بالطلاق وبعدين اقول لها ما انتش بايته في ايه. راجل خلي عندك رجوله يا راجل. يا راجل ده انت لو متخانق معاه ومش عاوز تبص انزل انت عند انزل انت عند والدتك، لكن اللي انت تحلف عليها بالطلاق وبعدين على الحرام ما انت بايته فيه. على اي حال، على اي حال، هذا رجل يريد لابد ان يقوم، يقوم من ناحيه السلوك ويقوم من ناحيه الشرح، ده يحتاج الى التقويم. الحاجة التانية اللي هو رسالة في اذن كل انسان بيسمعنا دلوقتي، بنشوف عيال صغيرة كده بتبقى في بنمشي في على الطلاق، انت ابني كذا، امك كذا، ابوك كذا، فين بقى اهليهم؟ ما هو دول بقى اللي هيبنوا بقى بعد كده، بقى هم دول اللي هيكبروا، فين دول؟ فين اهاليهم؟ في والناس تسمع وعادي، ما حدش يجي يقول له تعالى يا ابني، انت يا ابني ليه بتعمل كده؟ ليه يا حبيبي مش عارف ايه؟ ليه يا ابني ونبدا نعلمه؟ ما هو ده ما يعرفش.
فبدأ يتعود على ان هو شايف من الرجولة اللي انا اقول عليها الطلاق، راجل يا ما شاء الله عليك. طب على اي حال لو كانت هي عليها الطلاق وعليها الحرام من ديني، ما انت على حرام من ديني، ما اعرفش ايه حرام من ديني دي، على اي حال يكفر عن هذا اطعام 10 مساكين والتاني اطعام 10 مساكين لو كان الكلام باللفظ ده، وليس ايه ليس طلاقا. واسال الله ان يهديها وان يصلح بينكما يا رب العالمين. امين. يعني هو يطعم اطعام 10 مساكين على عليها الطلاق وعلى الحرام اطعام 10 مساكين، يعني يطعم 20 مسكين. ربنا يهدي وخليه يزود بقى، خلي المساكين تاكل. ربنا يهدي. طيب بشكرك يا شيخ احمد في نهايه حلقتنا، وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.